حول مؤتمر ميونخ للأمن ومشاركة وزير خارجية سامح شكري في فعاليات هذا المؤتمر، معي مباشرة زميلي رجائي رمزي مفادنا إلى ألمانيا. رجائي أهلا بك، وكيف تبدو هنا الأجواء لديك في هذا المؤتمر أولا، وثانيا كيف تبدو أيضا الجلسات التي يعقدها وزير الخارجية المصري، وخاصة أنه يتحدث كمتحدث رئيس في جلسة مكافحة الإرهاب؟ صحيح حسني، هذه هي النسخة الخامسة والسادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن. هنا المحادثات والحركة الحديثة ما بين جميع الوفود المشاركة في هذا الحدث، نعم الرابعة والخمسين. إذا ما تحدثنا على صعيد اللقاءات الثنائية التي تجمع ما بين الوزير سامح شكري وما بين كبار المسؤولين في الدول، انتهى منذ لحظات لقاء يجمع ما بين وزير الخارجية وما بين النائب الأول لرئيس جنوب السودان، لقاء شهد العديد من الأمور. تعلم أن هناك علاقات مهمة تجمع ما بين مصر وجنوب السودان، ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما أيضا على الصعيد الأمني وأيضا على الصعيد الاقتصادي. مصر تساهم بشكل فاعل في توصيل المياه الصالحة للشرب إلى جنوب السودان عن طريق المياه الجوفية. قبل هذا الاجتماع كان هناك اجتماع ما بين الوزير سامح شكري وما بين وزير الدفاع أو وزيرة الدفاع الألمانية بالأحرى، وأيضا وزير الداخلية الألماني. العلاقات المصرية الألمانية على الصعيد العسكري والأمني تشهد زخما متزايدا مؤخرا. تعلم أن هناك علاقات عسكرية، مصر استلمت من ألمانيا فرقاطة وأيضا قطع بحرية عسكرية. أيضا هناك اتفاق موقع ما بين مصر وألمانيا فيما له صلة بالشق الأمني. الجانب الألماني أتحدث هنا عن وزير الداخلية الألماني، كان له سؤال حول الانتخابات، ومعالي الوزير وزير الخارجية المصري أكد على أن مصر تلتزم بالنهج والمسار الديمقراطي، وأكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية الرئاسية. وأيضا كان هناك طلب من وزير الخارجية المصرية لوزير الداخلية الألمانية بإنهاء تمديد التحذير الخاص بطيران الشركات الألمانية تحت ارتفاع 26 ألف قدم فوق سيناء، ذلك بعد 28 من فبراير العام 2018، ذلك على ضوء استدباب الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، أيضا على ضوء وبالتزامن مع العملية الأمنية التي تشهدها جنوب سيناء وشمال سيناء وأيضا كل سيناء فيما له صلة بالحرب الشاملة على الإرهاب سيناء 2018. العلاقة اللقاءات حساني ما بين تجمع ما بين وزير الخارجية ليس فقط على الشق السياسي، أيضا هناك لقاءات لها بعد اقتصادي خاصة مع ألمانيا. هناك لقاء يجمع ما بين وزير الخارجية الألماني وأيضا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والطاقة، وأيضا هناك لقاء يجمع ما بين وزير الخارجية المصري ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنز. تعلم أن هناك مشاريع للطاقة، ألمانيا لها نصيب كبير منها. أيضا هناك تعاون ما بين مصر وألمانيا ممثلة في شركة سيمنز التي تقوم بإنشاء 3 محطات للكهرباء تولد ما يربو على 14,000 ميجاوات، وهو عدد كبير جدا من الطاقة وحجم كبير جدا من الطاقة يتم توليده. أيضا هذا العقد هو أكبر عقد لشركة سيمنز للطاقة. أيضا طبعا كما ذكرت حسني، هناك لقاء
معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري من ضمن المتحدثين الرئيسيين في ندوة لها علاقة بمكافحة الإرهاب. إليك حسين. إذن رجاء يعني بالحديث حول وزير الخارجية الألماني كان قد تحدث منذ قليل ونقله مباشرة حول أهمية حل بعض الملفات العالقة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أنه تحدث حول أنه يجب أن تحل هذه الملفات العالقة بالناحية السلمية السلسة، وأخص هنا الملفات السورية والليبية واليمنية. كيف دار الحوار في لقاءات وزير الخارجية المصرية أو مناقشات حول أهمية حل هذه أو حلحلة الأمور في هذه الملفات العالقة؟ دعني أجاوب على هذا السؤال. إذا يعني ما تحدثنا عن الأمر بشكل الأوسع والفلسفة من هذه الدورة 54 لقمة ميونخ للأمن، هنا هناك إشكالية أن هناك عدم تواصل ما بين دول الاتحاد الأوروبي وقضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب التنسيق ما بين دول الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي لا تعزف نفس النغمة عندما يتم تناول الوضع في شقه الدبلوماسي وشقه السياسي في المحاولة لإيجاد حل لبؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. بالطبع مصر لما لديها من ثقل على الصعيد الإقليمي وبما لديها من علاقات يمكن أن تقوم بالتأثير في هذا الأمر، وجدنا العلاقات المصرية والجهد المصري فيما له صلة بمحاولة إيقاف إطلاق النار في سوريا، أيضا دخول مصر بالشكل السياسي وبما لها من ثقل سياسي في محاولة لإيجاد حل لليبيا، وجمع جميع الفرقاء الليبيين على مائدة واحدة. إذن يهم الجانب الألماني أن يكون هناك جسور من العلاقات التي تجمع ما بين الدولتين لمحاولة إيجاد حلول عادلة وشاملة وجذرية لكل مناطق الصراع والتي تشهد توترات في منطقة الشرق الأوسط. إليك حسن. ولذلك يعني جاءت يعني معظم الكلمات وخاصة من وزير الخارجية الألمانية حتى رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي حول أهمية الشراكة فيما بين الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية وما بين الشركاء في أفريقيا وفي آسيا لحل الملفات العالقة. يعني هنا أردنا الحديث حول الدفع بعملية السلام فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأهمية دور مصر، وأعتقد أن هذا جاء أيضا في لقاء وزير الدفاع الألماني مع وزير الخارجية المصري في عجالة. رجائي. نعم، هذا ما تم الإشارة إليه. أيضا حسني، هناك لقاء مهم جدا يجمع ما بين وزير الخارجية المصري وأيضا المبعوث الأممي لسوريا سيد ستيفان دي مسورا بعد قليل من الآن. بالتأكيد سوف يتم التحدث فيما ذكرت وأشرت إليه حسني عن طريق مد كسور التعاون الوثيق ما بين مصر والدول الأوروبية وأيضا المنظمات الأممية الضالعة في إيجاد حلول لمناطق النزاعات في منطقة الشرق الأوسط. إليك حسني. إذن دعني أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة وهذا الجهد. أيضا زميلي رجائي رمزي مباشرة كنت معي من خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أشكرك شكرا جزيلا رجائي.